قصف بالطيران المروحي على مدينة مولك بريف حماة الشمالي. الطيران المروحي يقصف مدينة مولك بالحاويات المتفجرة. الطيران المروحي يقصف مدينة مولك بالحاويات المتفجرة والدخان يتصاعد. 5/10/2014. الله أكبر الله أكبر. الطيران المروحي يقصف مدينة مولك بالحاويات المتفجرة والدخان يتصاعد. 5/10/2014. الطيران المروحي يقصف مدينة مولك بالحاويات المتفجرة والدخان يتصاعد. 5/10/2014.